بالكم باللي التكلفه تاعو تتجاوز 300 مليون دولار؟ على بالك واش تقدر دير ب 300 مليون دولار؟ حبك 300 مليون دولار راهو رقم ضخم، راك تبني بيه تقدر في كيما في الجزائر لو كان جينا في بلد يحترم نفسه تقدر دير فيه مدينه طبيه. اجد تركيا اكبر مدينه طبيه في اوروبا، ما نقولكش مدينه طبيه عاديه، اكبر مدينه طبيه في اوروبا كلفت تركيا 900 مليون دولار. تسمحنا لو كان نديروا سيدي ما تكونش بحجم المدينه الطبيه اللي بناتها تركيا، نديروا مدينه طبيه عاديه 300 مليون دولار تقدر قطار سريع، تقدر دير قطار سريع بالنسبة للمواطنين، عوض هذاك الخط تاع السكك الحديدية اللي يديروا فيه باش ينقلوا الحديد. على بالكم باللي هذيك تاع يقول لك غار غار جبيلات وإنجاز ومداخيل، المداخيل تاعو كامل راح تروح في الخط تاع السكك الحديدية. واحد الحماقة الغياب تاع أنه يفكروا في النجاعة الاقتصادية. اخدم برك، اصدم برك، تيري برك، ناس ما عندهم حتى رؤية للبلاد، ما عنده حتى رؤية، وزيد يكمل في 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 لعب 13-14 سنة وهما يبنيو فيها باش النتيجة تكون هي انه الملعب يكون مزبلة كما مزبلستان اللي هي الجزائر اليوم. هذا استاد صاحبي، وراهو ماشي ملعب هذا بركة، راهو ماشي هذا بركة، انا ما تهمنيش برك البولا يعني، مي يعني باش تشوف الاموال وين تروح، فاش تضيع، فاش انتوما علاش ما تضربوش على الشاشه؟ واش بيكم دايرين اضراب؟ انتوما تاني انسحبتوا كما تبون انسحبوا، وكما المصارع تاعنا في الالعاب الاولمبيه كي شاف الاسرائيلي انسحبتوا من الضرب على الشاشه. سي بون يا اخي، يا اخي تريكه يا اخي، استنى تراس نشوفوا، اصبر نوريكم. هذا الملعب تاع النابة، نهار لو كانت شفاو داروا هذيك الشان هذيك لوزن المنافسه، حنا حتى كي ننظموا منافسات، ننظموا منافسات لوزن لهيبه لا مواقف على صوره البلاد، حنا ما ننظموش كاس افريقيا، كاس افريقيا خليناها لهذوك اصحاب اسرائيل، ما ننظموش كاس العالم، حنا كاس العالم اقترحوه علينا ورفضناه، حنا ننظموا الشان. كما نروي كانت الانباء الجزائريه قالت لك من انجازات تبون اللي خلات العالم يحسدنا، والله قالوها في برقيه من وكاله الانباء الجزائريه، قال لك انه تنظيم الجزائر لتظاهرات كبيره مثل منافسه الشان كاس افريقيا للمحليين، منافسه الكاف، قال لك راح نلغيو جد بابا، ما واحد ما حب يشارك. ها ونهار هذيك المنافسة قال لك هذا ملعب عنابة وفيه أرضية حيرت العالم وأبهرت العالم، ها ملعب عنابة ليك. فكرني في الصغر في الصيف كي تجي رايح لشي هكا غابة ولا بشكة تنحي على بالك تلقى الدنيا كاملة صفرة هكاك، هذه هي الجزائر. بصح انه ملعب يكون في الحالة هذه وعد قال له ملعب من خان يونس، الملعب في خان يونس صديقي، والله غير احسن منك. قال له خان يونس، قال له خان يونس على اساس الفلسطينيين عندهم مشاكل تاع ملاعب ولا وين راح اللي وين راح اللي يشرك في فمه؟ وين خان يونس؟ ها الملعب تاع خان يونس، زيد علق نبلوكي، قال له خان يونس تسازب خان يونس، والله غير عندهم الملعب والارضيه راهي لاباس عليها صديقي، شوف في مزبلستان. قال له خان يونس انت تهضر شوقي بنزاره يكون معاك بعد، انت تشرك في امك انا نجيك. خان يونس حاشاك، خان يونس تقول لهم راهو الملعب تاعكم كما الملعب في الجزائر يقول لك حاشاك، احنا كيما مزبلستان، اي بالك تبهنا. هذه
هذه برك فتح الملاعب هادو. قبل ما ننطلقوا في الموضوع تاعنا المواضيع الاساسيه، ندير لكم جوله تعرفوا باننا في اللايفات هذه بحكم اننا في موسم الاصطياف وكلش. الناس اللي راهم موالفين معنا يعرفوا انني بديت نساهم في دعم السياحه في الجزائر، اننا نوريو اماكن للناس، الولايات الجزائريه كل مره نشوفوا ولايه جزائريه باش ندفعوا الناس انهم يروحوا في جولات سياحيه في البلد تاعنا. انا مفتح بعد يجوني العرايات على النظام الجزائري تكفي كل بلاصه. انا قلت يا جماعه وصراحه يعني منظر، يعني مثلا واحد يحب يروح للجزائر انا ننصحه انه يروح لولايه عنابه، كاين غروب الشمس ولا اروع، جميل جدا غروب الشمس والله اقسم بالله، على شط البحر. الله الله، روح انت والخليله تاعك صدقني غير تعيشوا اجمل لحظات. ما صدقتش تفضل. شوف غروب الشمس ما شاء الله. ولا اروع غروب الشمس في مدينه عنابه. على واش راكم تضحكوا؟ ما شفتوش غروب الشمس؟ وكاين حتى الخيل، انت بالك الخليله تاعك تركبها فوق الخيل وتديو فيها شي. صراحه والله غير راكم تشوفوا في الشاطئ ما شاء الله في ولايه عنابه. ما فهمتش انا علاش راكم تضحكوا، نشوف فيه غروب الشمس سانسيت. قسما بالله في كاليفورنيا ما كانش كيفو. الله والله ولا اروع صراحه. ما انا يبان لي يعني ما فهمتش انا الانسان علاش يضل، علاش تضلوا داخلين لتونس؟ اش كاين من راكم صادمين لتونس صاحبي ومخليين المناظر الخلابه هذه في بلادكم؟ كارثه والله كارثه. نزيدو نشوفو تاني، نشوفو ولايه الطارف. ما نروحوش بعيد على عنابه باسكو الطارف قالوا لي ما تحكيش علينا بزاف، نشوفو شويه ولايه الطارف ايضا. هذه درعان ولاية الطرف. اي حاج الزيتون ما شاء الله. صراحة حي سكني ما شاء الله. كش ما كي تروح لعنابة الطرف راه مش بعيدة بزاف، إذا تحب تكري في الطرف مثلا تكري في الحي السكني هذا، وبعد انت والزوجه الكريمه ولا الخليله ولا ما على باليش تروحوا لعنابه على شاطئ البحر تشوفوا غروب الشمس. صراحه باركور ولا اروع، راني نعطيكم فوعد الفكاير ما شاء الله. هيا بزاف اليوم على لا، خلي الحلقات القادمه نزيدوا شويه مناظر. كل يوم نحاولوا، اليوم درنا زوج ولايات، اليوم عنابه والطرف. اليوم شفنا عنابه والطرف، شكون اللي راح يروح؟ شكون يروح؟ تو ريغول سيغ طون بيي سي مارون، شكون قاعد يضحك؟ انهم في التعليقات قاعدين يضحكوا، جو مانيش فاهم على واش بيهم. انا نوري لهم في المناطق السياحيه، عنابه منطقه سياحيه غروب الشمس فيها ما شاء الله، الروائح الزكيه تاني والله تتمتع صديقي. عم كاين والله غير كاين، عم كاين اللي قال لك الروح. خمسة في عيني الحسادة خي، على قلت الشاعر. راهو في الحبس الشاعر، ربي ربي ما يطلقش صراحة. وهذاك على كل حال قال لك، قال لك حقرونا، زادوا حقرونا علاش خرج ربي يزيد يدخلوا للحبس. كيفاش خرج هذا المخزن؟ المخزن هادو دايس ملاح فوق الحق، كيفاش هذاك طلقوه يعني؟ لو كان انا نعطيه بعشر سنين. ومن بعد يقول لك القمع تاع المخزن. قال لك حقرونا، قال لك حقرونا وحقروا تبون. راك تعرف النظام الجزائري مساكن شويه عندهم الحراره الزايده، كساعه ساعه تهرب لهم الحيه.
الفرفارة راكم تعرفوا إنما الأمم الأخلاق، وحنا حاسبين إنما الأمم الفرفارات. شوية مع السخانة طلعت لهم للراس، تبوناكم تعرفوا تيري برك ما يعرفش بعد يبداو ينسحبوا. كما حنا دايما نقولوا إسرائيل إسرائيل، صد الموت لإسرائيل، نديروا ونديروا فيهم. بعد كيجي مصارع تاعنا يلقى إسرائيلي في الألعاب الأولمبية يبقط هرب الطار. هكاك صارت التبون، روعوا نشوفوا تراش واش بهم أنصار النظام. الصباح كامل على بالك أنصار النظام راكم بلوكيتو لي الهاتف، راهو الهاتف تبلوكا، راه مازالو ما خدموش هاتف يقدر يتحمل العدد الهائل من الرسائل اللي تبعتوها في ظرف ساعات. احشمو شويه صاحبي، تضل نشارجي في التليفون ما يحبش ميساج وراح تعطاهم يجدك. عليكم بالله توعدت والجيش راه جاهز. اصبر تبون وراني توعدت. ايه توعدت والجيش راه جاهز، مجرد ما يحلوا لنا الحدود. يا سيدي قال لك انصار النظام عميل المخزن هذاك شوقي بنزارة راح قص الفيديو وحبسوا قبل ما تبون. مع البارح كانوا يقولوا احنا لي زوم ونصدموا، تصريح تاريخي كي نضوا مع الصباح النظام الجزائري وانصاره فاقوا باللي داروها كبيره. قال لك صبر كيفاش نبداو ننسحبوا، قال لك لا لا راهو عميل المخزن شوقي بنزارة راح قص الفيديو. اروحوا نشوفوا التكمله. مجرد ما يفتحوا لنا الحدود ويسمحوا للحافلات نتاعنا الشاحنات باش تدخل باش نبني في ظرف 20 يوم 3 مستشفيات. نبعت مئات عباكم. كان جدي الله يرحمه يحب يهضر بزاف في السياسة، وجدي الله يرحمه ما عمره ما دخل المدرسة ولا ما قراش، بصح على بالك يحكي معك سياسة كان يتبع الجزيرة بزاف وكلش، على بالك يحكي أحسن من هكا حتى في الطريقة تاع الإلقاء وزنو هيبة ومواقف. هذا البنادم كي يحكي تقول بنادم هذوك اللي في القهوة مختل عقليا، عمره ما سمع بوش هي السياسة وش هي العلاقات الدولية وش سي انكرويابل. كي تسمعوا تقول يغيضك ساعات، والله أحس بالشفقة لما سمعت بون يغيضني. وكان على الأقل لقيته بنادم تحطوه في الواجهة المدنية يكون شوية مقبول. سيك خويا برا صاحبي مين ساعات كي غيضك تقول علاش مدايرين له هكا. أيا قال لك أنصار النظام لقاو العذر، قال لك لا، قال لك تبون ما قال لكش راح نحرر غزة. راهو شوقي بنزارة عامل مخزن بتحريك من لقجع هو اللي زور القضية. أنصار النظام أحب حمص في الراس ما كانش. النظام الجزائري راهو تبون قال لك الجيش الجزائري يدخل لغزة. كيفاش جيش يدخل لغزة؟ إسرائيل تبقى تفرج تقول لك حتى لو كان نتوما بالك رديتوا رواحكم جيش الالوان ولا ما على باليش تضلوا تلونوا وبالك حابين تبعتوا ناس كيوت وكلش، بصح اسرائيل راهي ما ترحمش صديقي. نتوما ما فريتوهاش مع الدرون في المنطقه العازله، راح تفريوها مع اسرائيل. كيفاش التبرير قال لك واش من مستشفيات تبني انت؟ راه ما بنيتش مستشفيات في الجزائر يا حيوان. المستشفى الجامعي في قسنطينه بناته فرنسا، المستشفى في وهران بناته فرنسا، المستشفى مستشفى مصطفى باشا اكبر مستشفى في الجزائر، في الجزائر العاصمه بناته فرنسا، المستشفى تاع عنابه اللي كنا درنا جوله سياحيه فيها وشفنا المزابه عفوا شفنا غروب الشمس بناته فرنسا. وسط المدينة تاع العاصمة تاع قسنطينة تاع عنابة تاع وهران بناتو فرنسا، انت ما بنيت والو في الجزائر راح تروح تبني مستشفى في ثلاث مستشفيات في غزة في أقل من 20 يوم؟ راح تبني لهم خيمة، الخيم في مخيم الربوني ولازم أكثر من 20 يوم.
انت حطا تندوفستان، حطا جمهورية تندوفل. الغزاويين راهم موالفين بالمنشآت الإسرائيلية، راه كدير له خيمة كما خيمة الرابوني. لكن او ماشي برك عذر اقبح من ذنب، راكم تزيدوا تبهدلوا بينا كي توليوا تبروا. قال لك لا، قال لك الجيش الجزائري تبون، قال لك ما قال لكش نحروا غزه. اذا دخل الجيش الجزائري لغزه معناتها تحرط، صح ولا لا؟ لا، كيفاش قوه نوويه، اكبر قوه في المنطقه، قوه نوويه يا جدك، عندها غواصات، الغواصات تاعها تحمل رؤوس نوويه. بلا ما نحكي لك على الجانب الاخر، المقاتلات اللي عندهم، الاسلحه اللي عندهم. الولايات المتحده الامريكيه برك تعطي هذاك الباكج هذاك تاع الاسلحه باش تدعم اسرائيل في عسكريا، راه فيه 19 20 مليار دولار في الضربه الوحده صديقي. الدبابه تاع الميركافا من الدبابات الاكثر تطورا في العالم. تسمى هذه القوه العظمى هذه تجي انت، يدخل الجيش الجزائري مصر تفتح لك الحدود، انا جاي لقضيه الحدود، وانت يدخل الجيش الجزائري واسرائيل تقول لهم مرحبا يا مرحبا شالوم من الجيش الجزائري، تفضلوا تفضلوا تفضلوا، اضربوا في هذيك كيفاش سما ولا كشما اكله اسرائيليه وفا الاكل بعد ما يقابلهم بهذاك التمر المجهول، يقولوا لهم انتم يا اخي جيرانكم المقاربه هاكم التمر، باسكو هما يغرسوا هذاك التمر في اسرائيل ثاني، يقولوا لهم تفضلوا احنا منين نروحوا يتبعنا المخزن، تروح لاسرائيل يقول لك باش يستقبلك يجيب لك المجهول. دونك كيفاش ما فهمتش انا النظريه، انا مادا بيا يعني واحد يفهمني في النظريه هذه. تسمى اسرائيل تفتح لك، تخلي مصر تفتح لك الحدود، مع العلم انه مصر ما عندهاش سيطره على معبر رفح. راي اسرائيل اللي تقرر، راي مصر ما تقدرش تقرر في الشان هذا، اسرائيل هي اللي تتحكم في غزه. اليوم راهم مسيطرين على اكثر من 80% من غزه، قال لك احنا ندخلوا نبنيو مستشفى واسرائيل تفرج. آه الله يبارك، خاوه خاوه احنا. وزيد بالزياده يا اخي انتوما، استنى نفكركم في واحد الحكايه على بالي بالك بزاف ما تعرفوهاش. هذه كنت اللي كانوا يتابعوني في 2022 اللي منذ سنوات رانا مع بعض، راكم تعرفوها على كل حال باسكو تكلمت عليها بتفاصيلها. إلى خبر نفته أكثر من جهة رسمية، غير أن رواد الإنترنت العرب من المحيط إلى الخليج مصرون على إعادة نشره. والصيغة الأكثر تداولا كانت من إبداع موقع صحراء نيوز الجزائري، فتحت عنوان القوات البحرية الجزائرية تحبط محاولة تجسس قرب المياه الإقليمية، كتب الموقع إن مصادر متطابقة كشفت أن القوات البحرية الجزائرية أحبطت محاولة تجسس بالقرب من المياه الإقليمية الجزائرية، حيث اكتشفت غواصة كيلو الجزائرية غواصة تابعة للقوات الصهيونية، وتمت مطاردتها عبر غواصتين تابعتين للبحرية الجزائرية وإجبارها على الظهور على سطحها ومغادرة المكان. يضيف الموقع هذه يا جماعة الناس راهي تضحك على بالي بزاف منكم ما سمعوش بها القضيه هذه، او كنت انا تكلمت عليها وقتها، انا نفيتها في لحظه حدوثها لانه الغواصه كيفاش. قال لك النظام الجزائري ناضوا مع صباح ربي، واحد الموقع هكا تاع الخرطي تابع المخابرات الجزائريه، قال لك غواصه اسرائيليه كانت جايه من جهه اسبانيا، مع العلم انه العلاقات بين اسبانيا واسرائيل كارثيه. قال لك كانت في اسبانيا ومن بعد قال لك جات تتجسس باسكو الجيش الجزائري كان يدير في مناورات، وقال لك الغواصه هذيك قاعده كطلك بشويه كل مره من بعد تلقفهم شنقريحه، عفوا على كلمه تلقفهم، هذه الكلمه راهي دير لنا الالم شويه. قال لك شنقريحه شاف الغواصه هذيك، اقسم بالله غير قصة حقيقية حكاوها هكا، القصة ماشي حقيقية، يعني الحقيقة انهم حكاوها بالطريقة هذه، انه غواصة اسرائيلية اكتشفتها غواصة جزائرية وطاردتها، قالت لهم امشيوا
قلت لهم اش ما على باليش واش هو الصوت اللي داروا. المهم ولا دار لهم شي نقريحه اس والمشكله انه نوعيه الغواصه اللي قالوا انها اكتشفت ما بينش يدلق المنشور تاعي اللي نهار كتبت عليها بالتفاصيل القضيه هذه. اصبر اصبر بالك نلقاو نزيد نعطيكم التفاصيل باسكو نسيتها عندها مده فيها واحد التفاصيل هكا واحد التوابل غواصه اسرائيليه غواصه اسرائيليه لو كان نكتبوا الاسم اسكو تجيني المنشور ولا لا. ونعن وانتم حقيقة مطاردة غواصة اسرائيلية من طرف غواصتين جزائريتين. وقتها قلت غواصتين جزائريتين راحوا. وش كتبت انا وقتها؟ سيناريو لا يمكن ان نراه الا في الافلام الهوليودية ذلك الذي تنقلته بعض وسائل الاعلام التابعة للنظام. المهم وجب الذكر ان غواصات دولفين هي من صناعه المانيه الغواصات الاسرائيليه اللي قال الجيش يعني انصار النظام بانه طاردتها غواصتين جزائريتين وتم صناعتها وتعديلها خصيصا لاسرائيل. هذا المنشور في 1 اكتوبر درتو 2021 وهي تحمل على متنها اسلحه نوويه معناتها غواصه تحمل رؤوس نوويه ومن انتقدته جزء من المعارضة الألمانية وقتها. المهم طوك النظام الجزائري قال لك احنا عندنا غواصتين طاردت غواصة إسرائيلية من نوع دولفين من صناعة ألمانية فيها رؤوس نووية وهربناهم يا أخو تخلعوا منا خافوا بكي دلهم شنقريحة اس أسيدي. بعيدا على هذا بصح انا اليوم حاب نمشي مع النظام الجزائري. انتم الله يبارك عندكم الغواصات اللي هربت الغواصة الإسرائيلية وعندكم البارجات وعندكم السفن الحربية بشتى أنواعها على بالكم باللي كاين طريق تروحوا فيه الغزة مباشرة. شوف واحد ما يقلقك وتتشوف وتروح لو كان مصر ولا مثلا يقولوا لك ما تفوتش على المياه الإقليمية تاع مصر. كاين المياه الإقليمية الدولية كاين المياه الدولية تفوت عليها حر طالق توصل لغزة مباشرة واحد ما يهضر معك في الطريق. تفضل علاش تعيط على مصر واش دارت لك مصر؟ هتفضل المياه الإقليمية كاين المياه الدولية تمشي فيها حر طالق وتوصل لغزة إن شاء الله. هيا تفضلوا واش وراه زاد قال لكم المشكل النظام الجزائري عليه. قلت لك راه تسكرت عليهم في القضيه هذه راهم في حاله صراحه. زاد جاهم الحوثي البغل الارهابي باسكو الحوثيين بغال هما ما عندهم علاقات مليحه مع النظام الجزائري مي هما كيسمعوا الكلام تاع تبون ظنوا باللي حقيقه. أي خرجوا الحوثيين الممثلين تاعهم قال لك اليمن على استعداد تام للتنسيق مع الجزائر للقيام بعمليات مشتركة في البحر الأبيض المتوسط مساندة لفلسطين. الحوثي قفل فمك راك زدت فضحتنا ولدي اغلق فمك الحوثي انتم تعرفوا ديروا غير الكوارث انتم اصحابنا ولا اعدائنا درك يا ودي احنا حتى الحلفاء تاعنا بغال احنا نتحالفوا غير مع اللي ما عندوش حبه حمص في الراس. شفت النتيجه تاع لما يكونوا اصدقائك عرايا يجي يدافع عليك يغرقك. الحوثي قال لك اطلع على استعداد تام للتنسيق مع الجزائر في البحر او تبون ما قالش البحر الابيض المتوسط تبون قال لك مصر فتحوا الحدود. كيفاش نديروا درك زادوا فضحونا احنا كنا نقولوا لهم تبون راهو حاب يدير مستشفيات برك ميدانيه الساعه درك قالوا لنا كاين معبر هاي تبون مالا. وزدت انا يخف سهلت لك القضيه على بالي تبون حبه حمص في الراس ما كانش
بعدا يقول لك اي مصر ما حلت الناس الحدود البحريه، لا كاينه المياه الدوليه تمشي فيها مرتاح، كي توصل لغزه وتدخل في المياه الاقليميه الاسرائيليه هذاك الوقت دبر راسك. هذاك الوقت الغواصه هذيك الاسرائيليه الدولفين دير لها عباك انت تجيب راك تخرج الصوت هذاك تلقى روحك في الجنه ولا في جهنم. كاريتا يعني علاش درتوا رواحكم هك؟ علاش وش داكم؟ علاش اصلا قاعدين ديروا في خرجات تاع تبون؟ يا بوتفليقة من قبل كان ترشح دون انه يدير اي تجمع انتخابي، ديروها مع تبون غلقوا له فمه وبركوا بلا ما تبادلوا بينا، راكم سحتموا بينا الارض والمشكل. انتم تعرفوا انه منذ 2021 هذوك جماعة القجع الدولة اللي هاك دايروا واحد اللقطة لقطة جديدة في العلاقات الدولية، هي نظرية الفيو. النظام الجزائري بدا أزمة معاهم، انت تقول نظام يغلق الأجواء يبدا يهاجم فيك يقول لك انت راك شعلت منطقة القبائل مع الماك والمخزن هو اللي دعم. ممكن اي دولة تتهم بهذه الاتهامات ترد دير بيان وزارة الخارجية وكالة الانباء، اي هادوك اللي هاك داروا لنا في النظام الجزائري مبح 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 وهما كل مرة في بعد يخرج الملك تاعهم يقول لك احنا توأمان ومتحبان وما على باليش واش، وما يردش على واش قال النظام الجزائري. النظام الجزائري راه حاكي حكايات، وانه المخزن وتقرير البنك الدولي وراءه المخزن وجريده ليكيب الفرنسيه كتبت علينا مقال سيء انه المخزن وما دخل ما رحناش لكاس العالم انه المخزن، وهما غير الفي في 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 اي زادوا بعد وراهم. زادت السعوديه النظام الجزائري هاجمها بشكل غير مباشر داروا في، زادت الامارات كيف كيف، زادت اسبانيا دارت لهم في، واحد ما عاد يرد على النظام الجزائري. والدليل انه النظريه هذه صارت درك تطبق، صارت على باليش انا مثال يحتذى به درك، انه مصر دارت لهم في. ما كانش رد على بالكم الخطوره تاع الكلام هذا. لو كان تخيلوا مثلا على باليش انا لو اي رئيس تاع بلد يقول انه مصر ما فتحت لناش الحدود، ولو فتحت لنا الحدود كنا نديرو ونديرو، راهي تصرى ازمه دبلوماسيه كبرى، أو يكون رد من الرئاسة في مصر وتكون مؤسسات في مصر تتحرك، قدر الجيش المصري يعلن حالة التأهب القصوى. احنا تبون هضر داروا له فيو، إسرائيل ما نحكي لكش، إسرائيل ما داروش فيو باسكو ما على بالهمش بلا وز الله بلا مواقف. أبار شوية كادوك تاع نشطاء تاع إسرائيل، وأنا ما أظن كاينة قناة إسرائيلية دارت لنا تحريشة، راهم يضحكوا. راكم تعرفوا الظروف تاعهم وراهم في حرب مع حماس وكل الساعه ساعه يحبوا ينحيوا على راسهم يوليو يضحكوا علينا، احنا اللي مقلق يضحك علينا. على كل حال هاي اعطوني الرد المصري، عمركم شفتوا بلاد تهاجم بلد بتصريحات؟ راكم شفتوا مثلا اردوغان يقول كلمه على فرنسا تصرى زوبعه، نفس الشيء ماكرون يقول كلمه على تركيا ولا على اردوغان تصرى زوبعه. تبون قال لك مصر ما فتحت لناش الحدود، ولا كان فتحت لنا الحدود نديرو ونديرو ونديرو، ما كان والو. النظام الجزائري سحب السفير في فرنسا بعد ما فرنسا اعترفت بمغربية الصحراء، دارت له فرنسا فيو ما ردوش عليه. اعطوني الرد الفرنسي، شش اعطوني اي رد فرنسي على سحب السفير.
الجزائري. عمركم شفتوا بلد يسحب سفير من بلد واحد اخر والبلد الاخر لا يتفاعل مع الموضوع؟ يا بدي واش من اخذنا علما؟ ما كانش اخذنا علما، راهي فيو يا صديقي، ماهيش اخذنا علما. اخذنا علما راك دير بيان وتقول اخذنا، ولا عبر ناطق رسمي تقول اخذنا علما، ولا تمت احاطتنا بانه البلد الفلاني دار ودار. حنا داروا لنا فيو هذيك تاع واحد تبعث له ميساج في ماسنجر ولا ما يشوفه ما يردش عليك. اقدر حاجه ممكن يديرها البنادم لبنادم واحد اخر ما يحبوهاش سيرتو العنصر النسوي. حنا دوله داروا لنا هكا. عمركم شفتوا بلاد دير البلاد واحد اخرى فيو؟ المصايب كامل يجيونا من هاك. ومن اللي سنوا السنة هذه ما كناش نعرفوها، والله ما كنا نعرفوها من قبل. لا مع نسمعوا فقط كلام قوي، عندنا تصريحات قوية من الناطق الرسمي لواحد من الناطقين الرسميين في الحملة تاع الرئيس المعين عبد المجيد تبون. تصريحات قوية وتصريحات تنم يعني على المستوى في الحملة الانتخابية تعتبون. بسم الله. والله أقول لهم ما يلزمش تضحك علينا فرنسا، ما يلزمش تضحك علينا فرنسا. فرنسا لما وقف الرئيس ماكرون قال قالوا ما يلزمش تضحك علينا فرنسا، راهم بداوا يفيقوا باللي العالم كامل راهو يضحك عليهم. على كل حال فرنسا على مشارف حرب أهلية عقب نتائج انتخابات الدور الأول أين فاز اليمين المتطرف، هبت شرائح الشعب الفرنسي وأنقذت فرنسا. محلل استراتيجي كبير. الفضل للجالية الجزائرية والمسلمة بفرنسا، لأنه أنت تعرفي كان البرنامج تاع اليمين المتطرف هو طرد كل المهاجرين. فلا ينبغي، احنا اللي أنقذنا فرنسا في الحرب الأهلية يا أخو، احنا برج ايفل تاعنا يا اخو، احنا البرازيل، احنا اللي سميناها برازيل يا اخو، احنا الزليج تاع عفوا. ذلك الفضل للجالية الجزائرية والمسلمة بفرنسا، لأنه أنت تعرفي كان البرنامج تاع اليمين المتطرف هو طرد كل المهاجرين. فلا ينبغي، أنت الرسالة للشباب ما تخليوش فرنسا تضحك علينا، نحن أولى، يجب أن نعطي لهذا الرجل السند. نحن أولى بالضحك على أنفسنا، ما تخليوش فرنسا تضحك علينا صاحبي. يطلوا يضحكوا علينا. قال لك فهمتش الفرنسيين هذو علاش يضحكوا علينا؟ قال لك مثلا ماكرون تاع ربي مغربية الصحراء وضحكوا علينا باسكو سحبنا السفير، وحنا عندنا 50 سنة وحنا نقولوا لسنا طرف النزاع، بصح علاه سحبنا السفير والفرنسيين ناضوا يضحكوا؟ بصح الصراحة الموضوع مثير للضحك يعني. ولا هو قال لك بصح للأمانة راه قال لك ما تخليوش فرنسا تضحك علينا، حنا أولى، خليو شوقي بن زهرة يضحك في الموضوع هذا. صح صح والله صح. السند ليواجه فرنسا ويواجه المغرب ويواجه الإمارات ويواجه كل من يتربص بالجزائر. فدعوتي لهؤلاء الشباب، هذا الرجل يحتاج إلى دعم كل الجزائريين، فلنهب. ما يقدرش حكى على فرنسا، الموضوع كان فرنسا بصح لازم يدورها على المروك بعد المغرب. ما يقدرش، ما هو الموضوع كان يحكي على أن الجالية الجزائرية في فرنسا أنقذت فرنسا من حرب أهلية، وش دخل المروك والإمارات؟ وش دخلهم؟ لازم تنطق اسم المغرب. أذكار الصباح والمساء راه ماشي إجباري يا أنصار النظام، ماشي ضروري تذكروا اسم المغرب كل يوم. تحيروني ايش صعب. يا جماعه، حبيت نعرفكم هذا شكون. هذا بطبيعه الحال هو الممثل تاع الحمله تاع الرئيس المعين عبد المجيد تبون، واللي كان دائما على ما اظن عنده تصريحات. التصريح كان من باتنا، تعرفوا باتنا؟ شكون ما يعرفش باتنا؟ من منكم تعرفوا باتنا ولا ما تعرفوش؟ جاوبوني باش اذا ما تعرفوش باتنا نعرفكم باتنا. وحده قالت ما تعرفش،
على جالك راح نعرف كباتنا. انت بالتحديد ارواحي هنا ركزي مليح وشدي روحك، لان باتنا ربي خلقها فحلة، لان باتنا ربي خلقها رجلة، لان باتنا ربي خلقها رجلة كما ايمن خليف، ربي خلقها نخوة، لان باتنا ربي خلقها مجاهدة ومضحية، لان باتنا ونسى شهيدة أيضا، هي تاني نحسبوها مع الشهادة باتنا. أنا ربي خلقها وقدرها أن تكون قاهرة للأعداء والمحتلين، الله أكبر. ولأن باتنا عاصمة الأوراس الأشم، مرعبة جنرالات الحلف الأطلسي. أبابابا خدعني كي قال لي مرعبة جنرالات، أنا قلت راح يغامر بينا، هي قال لك مرعبة جنرالات الحلف الأطلسي. إيه بالكم أنتوما الوليدات الصغار وهذيك اللي سقسات هذيك يبينا ما تعرفش أرواحي أنت بالتحديد، درك ندير لك درس ثاني في من هو حلف الناتو. ركزي مليح، حلف الناتو تم إنشاؤه خوفا من باتنا، لأنه دول الغرب بعد الحرب العالمية الثانية أحست بالخطر، بعد القضاء على ألمانيا أحست بالخطر من باتنا، قلت لك هادو باتنا ممكن يديرونا نفس الشيء اللي داروا هتلر في واحد الوقت، دونك داروا حلف شمال الأطلسي الناتو. يروحوا تسمعوا التاريخ أساطيركم، واش بيكم أنتم؟ قال لك باتنا يخافوا من الجنرالات، على بالكم هذا شكون؟ هذا بنقرينا رئيس حركة البناء، هذا في 2019 في الانتخابات الرئاسية كان الرقم 2 جاب 20% الملايين، زعما على أساس قال لك انتخبوا عليه، هذا هو أكبر رمز تاع الحملة الانتخابية تاع تبون، أكبر دعم لتبون. اليوم خرج حتى واحد من الدولة اللي هاك قال لهم هذا راه عنده مستوى كبير، جيبوه لي هذا المغربي هذا اللي قال لك بنقرينا عنده، والله ما ندير له حاجه، عندي برك شي كلمات نقولهم له بصح لازم في الخاص، ما فهمتش شكون القذار هذا اللي هضر اليوم قال لك باللي بنقرينا هذا عنده، شفتوا المستوى؟ باتنا يا باتنا، لان باتنا ربي خلقها فحله، لان باتنا ربي خلقها رجله. بقات فيا انتم واش حكيتكم تاع المؤنث يرجع مضكه كما ايمان خليف يقول لك رجله، باتنا تاني رديتوها رجله، هاي باتنا الاصل في المؤنث، عطاكم باتنا اكبر، مش كيفاش نقول لك اكبر مزباله من اكبر المزابل في الجزائر، وباتنا تاريخيا دركا مثلا كي تقول الوراس، صحيح انه اول رصاصه وقت الثوره التحريريه كانت في الاوراس، وصحيح انه في البدايه كانت الثوره نشطه في الاوراس، لكن ماشي في باتنا، باتنا اصلا هي مدينه غير موجوده في التاريخ، انشئت يعني ك ثكنه، ما كانش حاجه في التاريخ قال اسمها باتنا، قال عندها تاريخ ونفتخروا به، ما كانش حاجه، كاينه الريس مثلا، هذه الريس جايه بعيده اصلا على باتنا في الجبل وتابعه اداريا لولايه باتنا، كيفاش باتنا المجاهده وكتاش جاهدت باتنا؟ باتنا اصلا اذا جاهدت ما راك انت تشكر في الاستعمار الفرنسي باسكو كان معتبر هكا ثكنه، المشكل حتى كي يديروا الشعارات ما يعرفوش، ما يعرفوا لا تاريخ ما يعرفوا لا جغرافيا ما يعرفوا والو، باتنا يا جدك باتنا مجاهدة، وين جاهدت اصلا؟ كيفاش ولاية مجاهدة هادي؟ قل لي باتنا شهيدة نتفق معك، باتنا شهيدة ماتت وهي تحارب المزابل الله يرحمها كما كل الولايات الجزائرية، رانا كنا نشوفوا في المزابل، تبتنا لما شافوها في غزة قال لك الحمد لله،
قال لك الحمد والشكر لله ربي يخلي لنا اسرائيل. قال لك اسرائيل ما دارتش فينا كما دار النظام الجزائري في باتنا. باتنا المجاهده سي انكرويبل. الناس هادو منين يلقاوهم؟ منين يلقطوهم؟ منين واش كنت انا ما كنتش اصلا راح نهضر على البنادم هذا، انا كنت راح نهضر على الله. ايوا ديما تبدا تقدرش تفريها مع انصار النظام الجزائري هادو المزبله وخوه واحد العباد. انا مانيش فاهم هاد المغاربه هادو واقيلا يخصهم الذكاء الاصطناعي يحطهم في ريوسهم. خصكم الذكاء الاصطناعي في ريوسكم باش تفهموا هاد المعادله. لو عندنا اطماع فيكم 12 ساعه 12 ساعه سير بزاف 12 وبزاف مع ذوك التطور تاع الجيش. إيه. ساعة بزاف والله ما يقدروا يتحركوا، والله ما يردوا كرتوشه، يخافوا والله ما يردوا كرتوشه. وكي نقول نحلف لك بالله التاريخ سبحان الله قال لك المغاربه ما يردوش كرتوشه. وهذاك الدرون اللي بعث هذوك الشاحنات للجنة هذاك شحال من كرطوشة دار؟ وقلت لن تمر دون عقاب. رانا من 2021 ورانا نستناو. وزيد راهو يتكلم على الصحراء الغربية. هذا ممثل تاع الحملة الانتخابية اللي تبون، هذا هو اللي كان يهضر قبيل يقول لك فرنسا والمغرب والاخر. من علاش وزيد إذا كنتوا تخلصوها في 12 ساعة مع المغرب، علاش ما تروحوش تخلصوها 12 ساعة مع إسرائيل وتدخلوا على البحر؟ علاش قاعدين تطالبوا في مصر تفتح في الحدود مرة أخرى؟ راه واحد ما فهمكم. وزيد بالزيادة بعيدا على هذا، على بالكم باللي تبون البارح زاد خلطها، وماشي خلطها غير في قضية مصر فتحوا لنا الحدود. أروح تسمع. ايه يا الجزائر واش راكي رافضه؟ طول الوقت ولا يقصر الصحراء الغربيه تتحرر ان شاء الله. كذلك ما ننساش الصحراء الغربيه. ما ننساوهاش. الشعب الصحراوي ما نتخلاش عليه. التاريخ علمنا ان ما فيش شعب صغير وشعب كبير، بلاد صغيره وبلاد كبيره. على قولة الشاعر جامي ننسى انا ننسى الصحراء الغربية. تبون قال لك ما ننساوهاش. دونك تبون ما تنساش الصحراء الغربية، والصحراء الغربية نحروها. ماشي انتم لستم طرف في النزاع؟ ماشي انا اللي قلته وتبون اللي قال. ها طول الوقت ولا يقصر الصحراء الغربية تتحرر إن شاء الله. إن شاء الله. كذلك كيفاش؟ أودي ونقربوا الدرون هذاك أصاحبي يبعثنا للجنة، كيفاش نديروها تبون؟ الدرون الله ما يرحم والدعوة صعيبة شوية. كيفاش نحروها؟ وماشي أنت تبون اللي كنت تقول الصحراويين إذا حبوا يروحوا يعيشوا في المغرب أحرار، إذا حبوا يروحوا في الحكم الذاتي، إذا حبوا يقرروا الاستقلال في استفتاء أحرار. من وقتاش تقول باللي نحروها؟ يخي قلت هما اللي أحرار ويديروا كما يحبوا. وماشي ممثل الجزائر في الأمم المتحدة في مجلس الأمن منذ ساعات يجدك النظام هذا راه مهبلو. منذ ساعات كان يقول نحن لسنا طرفا في النزاع كما هما يقولوا منذ 50 سنة. وانت صديقي اللي ما فريتهاش نقسم لكم بالله العلي راك ما فريتهاش تبون. عنده واحد الطريقه في الكلام صراحه كارثه والله كارثه. البنادم انا كارثه كبيره. انت راهو السي خليفه حفتر راكم تشوفوا هنا مكتوبه الجزائر. هذا جماعه يسمى خط التماس. هذا خط التماس بين الحدود الجزائرية الليبية. تعرفوا واش معناتها خط التماس؟ يعني هذاك الجندي هذاك تاع الليبي لو كان يحط رجله في الجهة الأخرى راهو في الجزائر. هذيك رد ثاني الجماعة اللي قال لك أو الجيش الجزائري دار منطقة عازلة على 70 كيلومتر داخل الحدود الليبية.
وانا قلت باللي ما كانش منها، والدليل او اليوم الصور التي ينشرها اصلا. وهذا جماعة هذا اللي تشوفوا فيه، اي كانت هناك سيول، وان شاء الله تكون مرت بخير على الاشقاء في ليبيا. هذا جماعة كيفاش يقولوا، كيفاش الكلمة، نصب تذكاري يخلد الشهداء الليبيين اللي ماتوا في هادو الشهداء تاع إيسين. هادي إيسين في ليبيا، هادو ناس قصفتهم الناس اللي ضلوا يسبوا ايضا في ليبيا والليبيين وكلش. احنا اصلا اللي عاوننا وقت الثورة التحريرية نسبوه، احنا اللي عاوننا نسبوه، هكا احنا المغرب عاونونا في الثورة التحريرية سنسبوهم، مصر عاونونا وقت الثورة نسبوهم كيف كيف، السعودية نسبوهم، احنا هكا اللي جابنا الاستقلال نحبوا نسبوه. هذا هو جزاء من يساعدنا على كل حال. دونك هذه القرية قصفت وقت من الاستعمار الفرنسي وداروا فيها نصب تذكاري، هذا النصب التذكاري مباشرة على الشريط الحدودي. دونك تبون انت ما فريتهاش مع الجيش الليبي ومع خليفة حفتر، وراك تحكي ونحروا الصحراء القربية ونروحوا ندخلوا الغزة، ولو كان تخلينا مصر يا أخو، وين عايشين نتوما؟ افريها الساعة الحدود تاعنا وشوفوا كيفاش نحلوا الأمور وكيفاش نتواصلوا مع الجيش الليبي وحفتر يرى. على بالكم مرة أخرى نقولها، هذا ليس استفزازا من الجيش الليبي ما يقوم به خليفة حفتر والرجال تاعو، هذا هو رد على الحماقات والطرهات اللي ظلوا ينشروا فيها أنصار النظام. رانا دخلنا، رانا درنا منطقة عازلة 70 كيلومتر داخل الحدود، راو كذا راو كذا راو كذا. الجيش الليبي يكون معك في الدقيقة مباشرة يرد عليك، ومن حقهم القول أنهم أمنوا أصلا، هم أمنوا المنطقة كامل يعني. ما لهذا كاين ما يسمى بمثلث السلفادور، هذه المنطقة المشتركة تسمى بين ثلاث دول، مؤمنة كليا من الجيش الليبي. طبيعة الحال مؤمنة الجيش الليبي، والناس باش تكون في الصورة أيضا، هو الطريق مؤمن للمجموعة تاع فاغنر، لأنه منذ أنه صارت الإشكالية بين الجزائر وروسيا، المجموعة تاع فاغنر بطبيعة الحال صاروا ما يجيوش لما يحبوا يروحوا المالي، ما يجيوش على الجزائر، من قبل كانوا على الجزائر، لكن الآن الإنزال تاعهم يكون في ليبيا، وفيما بعد عندهم طريق بري يعبر على يعني اعتاب الحدود الجزائرية من أجل أنهم يروحوا للنيجر ثم إلى مالي، لأن هناك اتفاقية مع الحكومة في النيجر ومع الحكومة في مالي مع مجموعة فاغنر طبيعة الحال. يعني أنه ما يقوم به الجيش الليبي هو بالنسبة لتأمين الحدود الليبية لمصلحة الشعب الليبي بطبيعة الحال، وأيضا بالنسبة لحلفائهم اللي هما مجموعة فاغنر، وحتى بدرجة أقل للشركاء الإماراتيين، ولو أنه الإمارات مش موجودة على الأرض، يعني الإمارات ما عندهاش جنود يعني موجودين على الأرض، لكن الدعم تاعها يكون بشكل مختلف، خصوصا الدعم الجوي للجيش الليبي لقوات المشير خليفة حفتر، مع العلم أنه الجيش الليبي واحد من أكبر الحلفاء تاعو هو مصر، اللي درك النظام الجزائري واحد من الأسباب طبيعة الحال باش الناس تكون في الصورة. هو الكلام تاع أمس تاع تبون راه عنده سبب أنه يهاجم مصر، لكن الهجمة كانت بطريقة حمقاء، ما يعرفوش حتى لما يكونوا في أزمة. هما اللوم العتاب تاع النظام الجزائري على مصر هو أنها اليوم تدعم المشير خليفة حفتر والجيش الليبي بشكل كبير. الدور المصري مهم جدا بالنسبة للدعم المصري للجيش الليبي، مهم جدا. دونك الإشكالية تبون لما يتكلم البارحة على مصر، هو يقصد ما يحدث أيضا من دعم مصري لخليفة حفتر، لهذا كانت هجمة على مصر. يعني ما عندهم حسابات. ودرك مصر واش راح تدير في رايك؟ راح تقلل الدعم؟ انت راك شتمت مصر شعبا ودولة، تظن بانه مصر راح تبقى تفرج ثاني وتقول لك راح يزيدوا الدعم تاعهم للجيش الليبي، وحاجه مليحه اصلا في المنطقه، يعني لانه بحاجه للدعم
ماشي إشكالية هذه كبرى. لكن تشوفوا أنه اليوم ليبيا حتى الشعب اليوم يقول لك أنا لقيت في كتفي مصر، لقيت في كتفي الإمارات، لقيت في كتفي روسيا، ونلقى النظام الجزائري يخلق في البلابل، يشتموا فينا يوميا أنصار النظام الجزائري، يخلق لنا في الإرهاب في المنطقة، المهربين يفتح لهم المجال باش يدخلوا جهة ليبيا المهربين تاع الأسلحة. راه واحد ما يعود يحترمك، راه الناس كامل عاد تشوف فينا، راني قلت لك سرطان شمال إفريقيا. راه سفير فرنسا الأسبق في الجزائر ودك عاد في فرنسا يروج للرواية اللي قالها وقت الملك الحسن الثاني في المغرب لما مع شارل دوغول، قال له بأنه هذا النظام الجزائري هو سرطان إفريقيا. هو قال درك حتى في فرنسا الرواية هذه يتم الترويج لها، في شمال إفريقيا يروننا بهذا الشكل. البارح النظام الجزائري واش يدير؟ يطرد في الماليين، ربما راكم شفتوها اللي صاروا اصلا الحمد لله، يعني راح نقول انهم خرجوا من الجحيم هذا، يتعرضوا على بالك الى ابشع انواع العنصريه في الجزائر. واحد الصور تعرف ما تقدرش تصدقها تشوفها اليوم، دون انه تتحرك السلطات الامنيه، دون انهم يديروا لهم ولا شيء. شوفها فهموني برك، هذو بشر، هذو بشر، شوف شوف يهز فيها ويخبط اونتيري حيوان، الحيوان حيوان وما تقدرش تدير له شيء. شفتوا الطفله الصغيره كيفاش دلها؟ طفله صغيره بالفيديو مصورين وضربها، جابها في الطفله صغيره يا جدك. هذو هما اللي يطلعوا القادر، هذو هو المجتمع الجزائري اليوم. طفله صغيره يا جدك، طفله صغيره دير لها هكا ونورمال، ما كان اجراءات امنيه معاه، ما كان والو. ها بشر، هذو هذا بشر، شوف شوف يهز فيها ويخبط اونتيري حيوان، الحيوان كما اللي من قبل تعداو على مواطنين بحكم البشره تاعهم. كش ما سمعتوا النائب العام هذاك اللي زعما خرج يقول لنا راهي عمليه وارهابيه والماك ودخلوا السلاح، علاش ما يديرش ندوه على العريان هذا؟ هذه لو كان صرات في بلد واحد اخر، طفله صغيره بسبب لون البشره تاعها تضرب بالشكل هذا بالفيديو، واللي مصور الفيديو راهو ماشي مصور باش يفضح، باش يعني يقول يفضح، راهو مصور ويضحك. اللي صور الفيديو، صور الفيديو هو يضحك، يقول لك هذاك هو لي زوم اللي ضربهم. هذوما اللي يطلعوا معنا على كل حال في لي لايف تربيه بيوت الرذيله، كي نقول لكم تربيه بيوت الرذيله ما متحيروش، هذا هو المجتمع الجزائري. واحد كش ما شفتوا حملة مثلا، صور مثل هذه في دول أخرى تصرى حملة كبيرة وعاقبوا الشخص هذا وحكموه وديروا، كش ما سمعت واحد في الجزائر يقول لك عاقبوا الشخص هذا، ولا الناس تنشر الفيديو وتقول لك هذا الأمر غير مقبول، بس كل المجتمع مدمر تاني. تربية بيوت الرذيلة صارت معيار في الجزائر اليوم. راني قلت لك اللي صور قاعد يبارك يقول هذا لي زوم اللي ضرب الطفله الصغيره هذه جابها في الارض لانه لون البشره تاعها اسود. دوك اللي يضلوا يشكيو تاني في المنطقه ولا الجيران ولا يقول لك راهم يسبوا فينا ويشتموا يا ودي انتوما ولا باس، بابا مقارنة مع ما يصرى مع الناس اللي ابتلاهم المولى عز وجل بالعيش في المزبلة الكبرى هذه المسمات الجزائر الجديدة. دونك هذا هو الواقع اليوم، يعني حتى شعبيا الصورة كارثية، دبلوماسيا النظام الجزائري راك تشوف كيفاش الكوارث في المنطقة، الناس كلها تعتبر اليوم باللي النظام الجزائري خطر، الشعب راهو هارب من الجحيم هذا نساء ورجالا. يعني باش توصل شابة تركب في قارب موت مع ما على باليش شحال من رجل باش تهرب من الجحيم هذا، راهو معناتها راهي ميتة. يعني هذه بلاد، هذه العنصرية، سوء التربية، سوء الأخلاق، المنظومة التربوية مدورة، المزابل في كل مكان كما رانا نشوفوا. عندك رئيس يقول لك رانا رايحين نحروا الصحراء القربية، رايحين ندخلوا لغزة، مصر فتحوا لنا الحدود، عريان على يمثل دولة
واش راح ديرها؟ واش من بلاد هذه؟ رحم باباك واش من بلاد هذه؟